السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم فيديو جديد مع سلمى. الفيديو ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله بزاف، فيه واحد الطريقه سهله لتعليم الدرس للمبتدئات. ولكن قبل ما نبداو اجي نوريكم هذا الموديل. هذا ها هو، كنت شفته في الانستغرام وعجبني بزاف. سيده عملاه في الجنب ديال الرندا، مدور على الرندا. الناس اللي ما كتعجبهمش الرندا العاديه بامكانكم تعملوها على شكل زربيه كيف ما كتشوفوا في الموديل، وتعملوها الطريقه هذه في الجناب. او الى ما بغيتوش الموديل يكون فيه العقد بامكانكم تعملوها الطريقه هذه عوض العقد. فهاد الطريقه هذه بامكانكم تعملوها عوض العقد جنب ديال السفيفه او جنب ديال الرندا او في مكان ديال العقد. طريقه سهله وبسيطه. دابا ندوزو للطريقه ديال الشرح. هناخدو الورق ديال الدفتر اللي كيكون المربع ديالو معوطين، غنختارو اما بغيتو تعملو هاد المربعات هادو الكبارين او بغيتو تعملو مربعات صغارين، كيبقى على حساب الذوق ديالكم. فانا هنا انا عملت 3 ديال المربعات كبارين، غنشوف شحال عيجيني فيهم. عيجيني فيهم 2 سنتيم ونص. الطول والعرض خصو يكون هو نيت. فهاد الطريقه هذه بامكانكم تعملوها على شكل مربعات او بامكانكم تعملوها على شكل دائره، فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم. المهم انا غنطبق لكم في هذا الموديل هذا على شكل مربع، وان شاء الله الا بغيتوا وطلبتوها لي نطبق لكم على شكل دائره، ماشي مشكل. المهم نتوما غتعملوا مربعات هكذا، غتخدموهم ماشي هكذا، خصهم يجيو هيدا على شكل معين. مثلا هذه هي الطاوله ديال السفيفه الرندا، ها هي خصهم يجيو هذا الوسط هذا يجي فوق الرندا، وهذا الوسط هذا خصو يجي على الثوب، وهذه خصها تكون الحشيه ديال الرندا. بس فهموا مزيان. اما الا كان خصكم جنب ديال السفيفه فغتعملوها هيدا، السفيفه هي هذه وهنايا عيجي المعين كامل. فانا هنا عندي الثوب ابيض، ما نحتاج هنايا نخرج، نحاول نخرجها هنايا. اما نتوما فضروري تعملوا الورقه ديال الخراج باش الرسم او الطريقه ديالكم تجي متقونه. بعد ما عملنا هذا المعين فنختاروا الوسط اللي هو هذا، ونعملوا السيبورا في الوسط. السيبورا هي هذه، فكيبقى على حسب الميزانيه ديالكم وعلى حساب الذوق ديالكم. فهذه 2 درهم الوحده، كاينه كتباع ب 50 فرانك، كاينه كتباع ب 20 فرانك، وكيف ما قلت لكم على حساب الميزانيه ديالكم نتوما وعلى حساب حتى الذوق ديالكم، لان هاد البريسيوسات هادو كيطيحوا شويه غاليين. فهذه الصغيره ب 2 دراهم والكبيره منا ب 3 ديال الدراهم. نحاولوا نعملوها في الوسط ديال المعين. فانا غنعمل لكم واحد المعين باش نشرح لكم مزيان، ما بغيتش نعمل لكم 3 و4 وكنجري في الخدمه، بغيت نعمل لكم واحد ولكن تستافدوا منه مزيان. بعد ما عملنا هاد السيبورا هادي خصنا ندوروها بالزمرد. الزمرد اللي هو هذا هو الزمرد، حتى هو كيبقى على حسب الذوق ديالكم. اما تعملوا زمرد رقم 3 او رقم 4، او الا بغيتوا الصغيور مره تعملوا رقم 2. فانا هنا غنستعمل رقم 4. هاد زمرد خصني يجي مدور على هاد البريسيوزا هادي. هنا باقي لي وحده، ها هي هنا غنثبتهم ما بين كل جوج، غنثبت باش الخدمه ديالي تكون نقيه.
بعد ما تثبتو مزيان بدي نعاود هادي. بعد ما تثبتو مزيان دابا يجي الدور ديال الجوهر المهرس. هنا كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم، بغيتو الجوهر المهرس بغيتو الجوهر المكور، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ولكن اغلبيه ديال الاخوات او اغلبيه ديال الخياطات فكيبغيو الجوهر المهرس اكثر من الجوهر المكور. هنا نعمل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نشوف هنايا خمسة كيفاش تجيني. ها هي جات مزيانة. عنجي الوسط ديال المعين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هنا كيف ما شفتو المسافة قصيرة بزاف، نعمل هير أربعة. ها هي نجي نجلب هنا ونعمل خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. السؤال اللي عيتطرح، كيفاش سلمى ما مشيتيش هكذا بديتي كتعمل هالطريقة هادي؟ هالطريقة هادي باش كل هاد الجهة هادي نعملها بوحديتها باش نضمن الخدمة ديالي تجي متقونة اكثر. ندورها بهالطريقة هادي كاملة، يعني في الوسط ديالها كنعمل فقط اربعة لان كيف ما شفتو صغيرة، اما في الجنب كنعمل خمسة. ندور عليها ورجع لكم باش ما نطولش الفيديو. ها انا ساليت، بعد ما ساليت غنعمل كل جهه اعمرها بوحديتها بهذه الطريقه اللي نتوما تشوفوا ان شاء الله. كيف ما شفتوا المسافه هنايا صغيره فما يمكنش نعمل خمسة، عاد تجي عليا بزاف عملت فقط أربعة. دابا هنا شنو نعمل؟ نعمل وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا حتى نعمر هاد الجهه هادي كامله. فهنايا كيف ما شفتوا الطريقه يعني عفوا المسافة بعيدة، فنعمل خمسة، نزيد واحد شوية، ها هي. وبهكذا غنكون عمرتها كامله بهالطريقه هادي. نعمل وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا حتى نعمرها. نزيد معكم هادي باش تشوفوا مزيان. وبهذه الطريقه هذه غنكون شرحت لكم مزيان كيفاش خدمت. هكذا كنعملوا كل حاجه بوحديتها، لان الا مشينا من لهنا حتى لهنا عاد تجي كامله معوجه، فهكذا عاد جينا الخدمه نقيه في نفس الوقت منظمه. كيف ما قلت لكم الطريقه ديالها سهله، تعملوها مكان ديال العقاد، تعملوها مكان ديال الرندا، في الجنب ديال العقاد جنب ديال الرندا، كيفما بغيتوا تعملوها كيبقى على حساب الاختيار ديالكم او على حساب الذوق ديالكم. حتى الالوان بامكانكم تعملوا فيها جوج الوان ثلاثه الالوان، فانا كنفضل لون واحد لان كيف ما شفتوا تبارك الله كتجي غزاله خصوصا الى تقنتوها مزيان. وضروري ما تستعملوا الورق ديال الدفتر، هو اللي كيعطينا طريقه صحيحه على حساب العرض ديالها او الطول ديالها، كتبقى على حساب الرغبه ديالكم. وبهكذا غنساليها شويه ونشاركها معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها.
وهذا هو الشكل ديالو. كنتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم وتكون طريقه سهله ومبسطه، والى بغيتوا الشكل الدائري ان شاء الله نشاركو معكم في القريب العاجل. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.